السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نتكلم على الأفاتار هنمهد بإن احنا نتكلم على نظرية المثل. نظرية المثل دي اللي اتكلم فيها الفيلسوف أفلاطون، بيقول لك إن في عالم ما قبل العالم الحسي أو العالم المادي اللي احنا عايشين فيه، العالم اللي احنا عايشين فيه وفي قارات وفي محيطات والحاجات دي كلها، كان في عالم احنا كنا عايشين فيه قبل كده، وكان عندنا علوم وكان عندنا معارف وحاجات زي كده قبل ما ننزل للعالم الحسي اللي احنا موجودين فيه. يعني انت لما تشوف مثلا حاجه جميله فلان ان انت شفتها في العالم ما قبل الحسي، فاللي انت معجب بيه ده مجرد صوره او مجرد خيال او مجرد انعكاس على سطح الماء او على سطح المرايه، كانك انت صوره كده صورتها بالكاميرا. طبعا احنا بالنسبه لنا بقى كمسلمين العالم ما قبل الحسي ده اللي هو مثلا الجنه، فاحنا هبطنا من الجنه لهنا، فلما حاجه بتعجبنا ليه؟ لانها فكرتنا بعالم ما قبل العالم الحسي او قبل العالم المادي. فاصل الفكره اللي هي عمليه التمييز بين الحقيقه والشيء الظاهر او المظاهر. والموضوع ده طبعا يعني كان اتكلم فيه باراميندس واتكلم فيه فيثاغورس، وافلاطون بقى بيعتقد ان العالم اللي احنا بنلمسه، انا لمست دوت، ده عالم غير حقيقي، ده بس ايه، تذكره بالعالم اللي احنا كنا عايشين فيه في ما قبل العالم المادي او الجنه. بمعنى ان العالم اللي احنا موجودين فيه ده عالم بتتغير في الاشياء، بتبرد وتسخن، والثقه بالحواس مش صح، وفي اخطاء كتيره، لكن في عالم حقيقي في كل الاشياء موجوده على حقيقتها متصفه بالكمال. يعني هي دي الاصل، واللي احنا موجودين فيه حاجات مجرد حاجات مستنسخه مش حاجات حقيقيه. ومفروض ان العالم اللي هو ما قبل المادي اللي هو الفردوس او الجنه ده عالم مستقل من كل شيء، غير متاثر بالمتغيرات اللي بتحصل في العالم اللي احنا عايشين فيه. والفلسفه الافلاطونيه بتخلي ان العالم التجريبي او المحسوس اللي احنا عايشين فيه ده تابع لعالم الافكار، هو ده الاصل، هو ده الحاجات الاساسيه اللي هي الافكار والمثل والماهيات. ده بالنسبه له اكثر واقعيه من الموضوعات الحسيه اللي احنا عايشين فيها. فالانسان ممكن يوصل للمعرفه من خلال ان هو يتجاوز الحواس والماده برجوع العقل والتامل، بالاضافه للحواس، يستخدم الحواس لكن الاصل هو العقل والتامل، وان احنا نقدر من خلاله نوصل للمعرفه. يعني من الاخر العالم بتاعنا ده مش عالم حقيقي، لكنه عالم مبسوم او مطبوع او خيال او ظل او صوره للعالم الحقيقي اللي هو في الجنه. وان معرفتنا حقيقه زي معرفه ناس قاعدين حوالين النار وشايفين ظلال، فهو من خلال الظلال ده متخيل ان ده الانسان الظل، احنا مش شايفين الحقيقه كامله. الكلام ده فكرني لما بدانا في موضوع الافاتار والميتافيرس. احنا فعلا هنبدا نوصل لمرحله ان كل حاجه ميتافيرس، ان بدا ما فيش جامعه، احنا حتى مش هنبني الجامعه، احنا هنخليها ميتافيرس، ان فعلا هتوفر كتير جدا. او على الاقل مثلا بدل الفندق فيه قاعه استقبال وقاعه الناس تقعد فيها والحاجات دي كلها، لا هو موظف والشيك كله من على موقع بوكينج او اي موقع تاني وخلاص الموضوع على كده. الموضوع فعلا رايح لمجال خطير جدا، ان حتى السوبر ماركت والمحلات والحاجات دي، لا انت بتدخل متجر الكتروني وانت لابس النظاره وتبدا تختار المنتجات، وتقدر ان انت تقيس، يبقى في مرايه مثلا فتقيس القميص عليك، فلو لقيته ممتاز او كده خلاص بتشتريه. يعني الافاتار هيبقى بجسمك الحقيقي بوزنك بكل حاجه، بتروح بس كده تقيس وتغير وكل حاجه وانت قاعد على الكرسي بتاعك، الناس مش هتتحرك خالص. ده فعلا اللي احنا متجهين ليه. الموضوع بقى فعلا صعب. يعني كان في حد عنده شغل كتير وفي نفس الوقت عايز مصيف، عايز يغير جو، الحاجات دي كلها، فحد قال له خد اسمع شغل الموسيقى دي، ده صوت البحر وصوت كذا، وممكن تحط خلفيه. ايه ده انا مش هروح المصيف ده انا هقعد اتفرج على البحر وانا على الكمبيوتر. يعني ممكن يبقى عندي شاشتين، شاشه شغال عليها وشاشه شايفين فيها المنظر بتاع البحر وصوت، وميتافيرس بقى تلبس النظاره، نوع من انواع الادمان. يعني لازم يبقى في سيطره على الموضوع، لازم يبقى في كنترول على الموضوع. الموضوع فعلا متجه ان احنا خلاص تلبس النظاره وتتعايش معاها. ممكن مثلا، وده حصل فعلا في فتره من فترات، كان في موقع كان اسمه سكند لايف. سكند لايف ده فكرته ان انت
نفسك تبقى ايه؟ نفسك تبقى طيار، نفسك تبقى محارب، بتتخيل الشخصيه وبتلبس كل حاجه وتبدا تنطلق في العالم دوت وليك اصدقاء وكل حاجه. فكانت فعلا الناس تخلص الشغل واوتوماتيك تروح داخله على الموقع دوت وتعيش حياتها فيه. يعني السوشيال ميديا بدل ما هي كلمات بقت عالم حواليك، فهتلاقي نفسك ادمان. هتلاقي ناس مثلا بيشتغل 8 ساعات ويجي يقعد 5 ساعات ومش مهم بقى يبقى فيه اهل ولا حاجه خالص. يعني حتى في فيلم اسمه هير ده بيتكلم ان في واحد عمل تطبيق على الموبايل، والتطبيق ده كان فريندلي شويه فبيقعد يتكلم معاه زي سيري كده، وبعتقد ان دي صديقه ليه واختارته بعض البشر. ما اعرفش ان كل الناس عندها نفس التطبيق، عاش معاها انعزل عن العالم كله وبيروح شغل يرجع يقعد يتكلم مع التطبيق دوت. زي فكره ماتريكس ان في عالم حقيقي وعالم مزيف، فاحنا بنلبس الخوذه دي وننطلق في العالم المزيف. وكان في كذا فيلم على نفس الفكره ان خلاص الناس كلها بتلبس الخوذه وتنطلق وتعمل نجاحات كبيره قوي في عالم الميتافيرس، بينما في الواقع الاصلي ما عملش نجاحات خالص. فلازم الواحد يفصل بين الاثنين، ان ده مثلا حاجه ترفيهيه فيبقى ليها وقت معين، مش هنقول ممنوع خالص، وحياته اللي لازم يبقى ليها اهداف ولازم نروح يحققها. ممكن يكون الميتافيرس اجمل او اشيك او لكن في الاخر ما فيهوش اي فايده. يعني او ان انت تنطلق فيه للهو والترفيه مش هو ده الفايده. فلازم الواحد يبقى انت مستقبلك لازم تبنيه. مش ممكن تخش على الميتافيرس وتقول انا عايز مثلا ابقى ملياردير فخلاص بقيت ملياردير. لا، انت ممكن تستخدم الميتافيرس ده ان انت تلتحق بكذا جامعه في نفس الوقت وتقعد تتعلم وتبدا ان انت تشوف ايه المنهج اللي انت عايز تتعلمه والحاجات دي كلها. فده بس فكره الواحد بدا يحس بيها، خطوره الميتافيرس، خطوره الافاتار. الافاتار بيبقى ليك شخصيه كده في العالم الافتراضي وبتمشي بيها، وانت ماشي ممكن تقابل الافاتار تاني فتصاحبه وتبقى فيه صداقه يعني ممتعه من ناحيه ممتعه. لكن يسألونك عن الخمر، كل فيهم اسم كبير ومنافع واسمهم اكبر من نفعهم يعني. فحاول ان انت تاخد الجانب الحلو من الموضوع وتستفاد منه وتعلم منه، لكن ما تخلوش يطغى على حياتك الطبيعيه، لان حصل مع ناس كتير وسبب لها كوارث كتير. والسلام عليكم.